أكبر هجوم للميليشيا تكسره المقاومة في المضاربة، إذ تشك المديرية على السقوط بيد ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع في ظل محاولاتها المتكررة للسيطرة عليها. المضاربة والصبيحة في لحج هي آخر المديريات المتداخلة مع مديرية الوازعية التابعة لمحافظة تعز، وما تبقى من أسلحة خفيفة ومتوسطة في أيدي المقاومة من أبناء الوازعية والصبيحة لا يفي بالغرض. السؤال الأبرز الآن، هل تستمع لمثل هذا الكلام القيادات العسكرية، خصوصا تلك التي زارت الجبهة، أبرزهم قائد لواء زائد العميد عبد الغني الصبيحي الذي وعد بتزويدهم بالمعدات القتالية؟ بالنظر إلى خارطة المواجهات، تتوسط هذه الجبهة منطقة الوازعية والمضاربة. وعورة المنطقة وصعوبة التحرك فيها يساهم كثيرا في تأخير الميليشيا باختراقها بعد سيطرتهم على أجزاء واسعة من مديرية الوازعية، بينما تواصل الميليشيا قصف جبل الضعيف وجرداد المطلين على الوازعية وموقع قرن الغراب الاستراتيجي، كما شنت الميليشيا قصفا على قرى هقرة والريس والبراحة في المضاربة. ميليشيا الحوثي وصالح بعد السيطرة على مديرية الوازعية والاستقرار فيها تسعى للتوسع، وبالذات لأن المنطقة ذات أهمية وهي على مقربة من مضيق باب المندب للسعي لعرقلة قوة التحالف حتى لا تصل إلى مديرية المخاء. نحن والآن نتواجد في هذه المواقع التي هي فاصل أو ما بين مديرية المضاربة ومديرية الوازعية، لذلك نحمل قيادة المنطقة الرابعة سبب تواجدنا هنا لأنهم هم كانوا سبب، ونحملهم أيضا المسؤولية بما حصل من تشريد لأهالي مديرية الوازعية ونهب ممتلكاتهم، لأنهم هم كانوا السبب التي لم يدعموا ولم يولوا اهتمامهم بهذه المديرية، فنحملهم المسؤولية فيما حصل بالمديرية من نهب وسلب للأموال وتخريب البيوت من قبل قوات المخلوع صالح والحوثيين. منذ شهر تقريبا تواجه المنطقة هجمات متواصلة بعد سقوط مركز مديرية الوازعية في قبضة الميليشيا وتحويله إلى مركز لانطلاق العمليات ضد المديريات المجاورة، وهو ما استدعى تمركز المقاومة أعلى هذه التلال وكسر أكثر من تقدم للميليشيا التي دفعت بتعزيزات خلال الأيام القليلة الماضية لمواصلة اجتياح المنطقة. تلعب هذه الجبهة دورا رئيسيا في إفشال تقدم الميليشيا باتجاه المحافظات الجنوبية، لكنها تضعف من يوم لآخر في ظل الوعود التي تقدمت بها قيادة المنطقة الرابعة وقيادة التحالف بالدعم العسكري الذي لم يبقى سوى مجرد وعود.